أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشاركة القطاع الخاص بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وخلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير نظم الري والزراعة بالمشروع وكافة المشروعات الزراعية بالدولة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية شبكة الطرق لنقل حجم الإنتاج الزراعي الضخم من مشروع مستقبل مصر، مشيرا إلى أهمية مشروعات تبطين الترع ومحطات الرفع في التنمية الزراعية. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في البحرين في إطار الإعداد للدورة 33 للقمة العربية، ويناقش الاجتماع عددا من البنود ومشاريع القرارات تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة. وستتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة أولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية. كما تناقش القمة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف طيرانه الحربي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في القطاع استشهاد 14 فلسطينيا من بينهم أطفال وإصابة العشرات بعد قصف الاحتلال لمنزل مكون من 3 طوابق. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في أرض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 جنديا وثلاثة موظفين يعملون في جيش الاحتلال في أنحاء قطاع غزة في عمليات نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية فضلا عن نيران صديقة. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن فصائل المقاومة تستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة ممر نتساريم الذي أقامه الاحتلال لفصل شمال غزة عن جنوبه وفي محيط المعابر عدة مرات يوميا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي دمرت فوق منطقة بلغورود 25 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من قاذفات صواريخ متعددة. وأضافت الوزارة في بيان أنها دمرت أيضا 4 صواريخ موجهة و7 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم و8 طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك، واعترضت 4 مسيرات فوق منطقة ليباتسك. حذر خبراء ومسؤولون في مجال الإطفاء من أن حريقا كثيفا في الغابات قد يضرب بلدة في غرب كندا بناء على توقعات بهبوب رياح قوية تغذي الحريق الخارجي عن السيطرة والذي أجبر بالفعل على إجلاء الآلاف. وأكدت خدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية أن الحريق امتد على بعد 2 كيلومتر فقط شمال غرب فورت نيلسون، التي شهدت بالفعل إجلاء نحو 3500 شخص بعد صدور أمر بالمغادرة.